السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دخلت كده على موقع أوديمي، وده موقع بيعمل كورسات، فبدأت أشوف الكورسات اللي موجودة فيه وقلت يعني هل ممكن يكون حد عامل كورس عن المكرونة؟ فكتبت كلمة باستا في فريش باستا، في إيطاليان باستا، في حاجات كتير أوي، فلقيت إن فعلا في ناس بتدي كورسات، والكورسات مش مجانية بفلوس، وفي أكتر من 500 كورس باللغة الإنجليزية لوحدها بيشرح لك طريقة عمل الباستا، وناس حققت فلوس كتيرة جدا من الموضوع دوت. وفي لقيت حد أظن من المغرب برضو كان بيشرح بعض الأكلات، والآلاف الناس اشترت منه. فابدأ أشوف إيه الحاجة اللي أنت كويس فيها. تمام، مش لازم تكون بتعرف تطبخ، ممكن مثلا تكون بتعرف ترسم، ممكن تكون بتعرف تعمل حاجات منزلية أو حاجات يدوية أو، وابدأ اعمل كورس أو كورسين بالشكل دوت، حتى ترابيزه لو انت تقدر، وتحطها ممكن تجيب لك دخل من غير ما تبذل الجهد غير اول مره. هي دي الفكره، مفيش حاجه اسمها ربح من النت، ان انت تدخل كده تقول صباح الخير يقول لك مبروك انت كسبت مليون دولار، ده ما بيحصلش، لكن تبذل جهد بس. هي الفكره كلها ميزه الشغل في الانترنت او الشغل في الحاجات ديت، ان انت بتبذل جهد حلو في اول مره، لكن بعد كده تقدر تلاقي في دخل بيجيلك كل شويه. يعني لو انا بدي محاضره مثلا في مركز، فبدي المحاضره باخد فلوس وخلاص، لو ما رحتش المركز ثاني يوم مش هاخد فلوس. انما لما تكون حاجه متسجله سواء اونلاين او حاجه اوفلاين، بس هي خلاص اتسجلت، يعني حاجه متسجله خلاص، فاي حد بيشتريها بيدفع لك فلوس، مش لازم تكون في نفس الوقت. فدي فكرتها حلوه، ان بيجيلك دخل وانت حتى ممكن تكون شغال في موضوع تاني خالص، لكن انت سجلت الكورس وبذلت فيه جهد اول مره وخلاص، بيبدا العداد يعد ليك. والموضوع ده مهم حتى لو كان الدخل قليل، لكن حاجه بتسند بالذات لو في ازمه او في اي حاجه، وانت ما بتبذلش فيها جهد تاني خلاص. انت مثلا بتعرف تعمل رسم مانوال كويس، رسم يدوي كويس، بتفهم في الخط، عملت حاجه واي حد يشوفها بالذات الموقع مثلا زي اوديمي او الموقع المشهوره ديت بيبدا يديك نسبه، فبتلاقي مثلا كل شهر بيجي لك مبلغ. وفي كورسات اصلا الناس عاملاها، يعني هو بيعمل حاجه يدوي مش محتاج ان هو يتكلم، فبيعمل كورس مش محتاج لغه، مش محتاج يكون بروفيشنال في الانجليزي عشان تعمل كورس، لا ممكن يعمل حاجه بس بشكل كويس من غير ما يتكلم، ويلاقي ناس جميع اللغات بتدخل وبتسمع الدروس بتاعته.